الطوموبيل اللي معنا اليوم حققت نجاحات كبيرة من النهار الأول اللي بانت فيه هذه 5 سنين، لدرجة أنها كتحتل حاليا الرقم 1 في المبيعات ديال دي إس في عدة أسواق ومنهم المغرب. إذن باش وصل النجاحات ديالها كان لازم على دي إس دير تحسينات على الطوموبيل باش تبقى أجور. من بعد ما اكتشفناها في نيس ومن بعد في مراكش، اليوم غادي نجربوا جميع الفيس ليف ديال لا بروميير جينيراسيون ديال دي إس 7 في هذا الموقع الرائع داخل فيجي سيليستان بوزليقة. This is a dream. Get in the royal scar, holding a diamond blade, throwing it far. Holding your breath still, you jump the fire. We'll just sit and wait till you see me fly. You know they'll never catch me for it. You see me fly. The way I put my finger on it. أول اختلاف كان في هذه النسخة هو الاسم. لو نوفو موديل حيد كروس باك من التسمية وبالتالي ولات سميتو دي إس 7 فقط. في الواجهة الأمامية كنلاحظوا أن لاكالوندر ولات أكبر بالإضافة لسيناتور لومينوز جديدة ومتميزة واللي كتكون لي بروجيكتور أفيني دي إس بيكسل ليد فيجن 3.0 وكذلك لي فو دو جور جداد دي إس لايت فيل اللي فيهم 33 ليد. اختلافات الثلاثة اللي بقاو القدام هما لي دي اس وينغز افيني، لو بوكلي غوديسيني وكذلك الكروم اللي نقص في هذه النسخة مقارنة مع الفاز أ. في الوراء ولا عندنا النوفو ايون فيه دي لين بلو ماركي وكذلك لي فو اريير غوديسيني اللي فيهم لا سيناتور لومينوز 3D سو فورم ديكاي. واخيرا سور لو باندو تسمية كروس باك تبدلات بدي اس اوتوموبيل. الى ديزاين اكستيريور ديال الدي اس 7 تبدل بزاف، فالداخل ما داروش فيه تغييرات كثيره. اكيد غادي تظنوا ان هذه نقطه ما مزياناش، شخصيا كنظن العكس لانه كنعتبر الانتيريور ديال الدي اس 7 كروس باك واحد من احسن لي زانتيريور اللي شفت. لا بريزونطاسيون بقات اذا محافظه على الروعه ديالها بفضل لي ماتيريو نوبل اوتيليزي، وكيف ما عودتنا دي اس بفضل جماليه لارتيزانا فرونسي دو لوكس. عندنا مثلا لو كوير نابا، الكونتارا، الالومنيوم، la confection bracelet de montre, les surpiqûres point perle, la montre BRM ou le guillochage clou de Paris. L'idée d'un DS Iris System, liquide commun de série jumelle et finition, mène un écran tactile redessiné de 12,3 pouces, les filles la dernière génération du système multimédia, ou ziyad à l'anneau fluide ou simple CML, faire compatible sans fil à Android Auto ou Apple CarPlay. عندنا كذلك دو سيريو جميع لي فينيسيون، لانسترومونطاسيون نوميريك دو 12.3 بوص ايغالمون، هاد الاخيره بيرسوناليزابل وفيها ان غرافيزم رونوفلي. من ناحيه الارغونومي كنلاحظوا ان دي اس حافظت على لي بوتون فيزيك، وهذه نقطه مزيانه لانهم كيسهلوا الوصول للعديد ديال لي فونكسيون ديال الطوموبيل. الطوموبيل فيها في نفس الوقت العديد من لي زيكيبمون بحال مثلا لاكسي لو ديماراج سون كلي، الجي بي اس، لا كاميرا دو ركول اي لي دو ستاسيونمون افو اريير، لا كليم اوتو بيزون ايتوندو، لو فراج دو ستاسيونمون الكتريك و لو توا اوفران بانوراميك. وبما ان لي ديمونسيون ديال هاد دي اس 7 ما تبدلوش فلابيتابيليتي باقا جينيروز خصوصا بالنسبه لطوال القامه بحالي. اما الفوليوم ديال لو كوفر موتوريزي فباقي هو 555 لتر. على طريق هاد لو دي اس 7 حافظ على لو بون لاغامون دو كوندويت ديالو، السائق جالس مزيان بفضل لو سياج كونفورتابل وفي نفس الوقت عندو اون بون بوزيسيون دو كوندويت. زيدو على هادشي لي سسبونسيون كي سون بارمي لي ميور دو مارشي وكذلك لا ديريكسيون بريسيز. بالاضافه لي فيتر لاتيرال فويتي اكوستيك اللي كيزيدو من الراحه ديال السائق والراكبين خصوصا في المسافه الطويله. هاد دي اس 7 فيه كذلك العديد من لي زيد على كوندويت و لي زيكيبمون دو سيكوريتي، مثلا لو ريغولاتور دو فيتيس ادابتاتيف افيك ستوب اند جو، لو دي اس درايفر اتنشن مونيتورينغ، لو ماتيان دون لا فوا،
la reconnaissance étendue des panneaux de signalisation, la surveillance des angles morts, le freinage d'urgence automatique piloté par caméra aux idosites. Dans le Maghreb, un seul moteur qui est offert est le 1,5 litre diesel de 130 chevaux et 300 Nm de couple avec la boîte auto à 8 rapports. Dans le Médina, l'adat de l'automobile est très bien. Mais l'autoroute, pour les gens qui ont le slogan, est très dynamique, le DS7 va être offert une motorisation plus puissante qui va nous expliquer à Nawal Afiq. En effet, la marque est double championne du monde de la Formule E. La technologie E-Tense compose de la majorité des versions de la nouvelle DS7 avec des motorisations de 225, 300 chevaux jusqu'à 360 chevaux avec 4 roues motrices. Et donc aujourd'hui au Maroc, nous allons avoir plutôt la version à 225 chevaux qui est composée d'un moteur essence de 180 chevaux qui est couplé à un bloc électrique de 110 chevaux. Alors en termes de consommation, on est sur une consommation de 1,2 litres par 100 km. Et quand on est en conduite électrique, donc on a une autonomie qui peut aller jusqu'à 80 km en urbaine. Ce qui est déjà assez intéressant par rapport à ce qu'on avait auparavant. On va l'année dernière sur l'ancienne DS7, on était à peine à 50 km. نشيرو في الأخير أن هاد DS7 متوفر في المغرب في 3 فينيسيون اللي هما Performance Line, Rivoli و Opera والثمن كيبدأ حالياً من 429,900 درهم. عجبنا التصميم الجميل, لا بريزونطاسيون رائعة, ديزل باقي متوفر. تمنينا لو لي بغي دو شارجابل يكون متوفر حالياً في المغرب, لي كوموند دو ريغولاتور ليميتور دو فيتيس يكونوا سور لو فولون, الثمن يكون أكثر تنافسية. كيف ما شفنا اليوم, فدي اس دارت عده تحسينات على سون بيست سيلر بور لو دوني ان سكون سوف, وفي نفس الوقت حافظت على بعض الحوايج اللي كيميزوه بحال لابيتاكل رائع. بالنسبه لنا هذا الغسيلاج جا في محله لانه كفيل باش يخلي الدي اس 7 يواصل النجاح ديالو عندنا, خصوصا انه باقي متوفر في الديزل, في حين ان العديد من الطلوبيلات اللي دخلوا مؤخرا المغرب ما بقاوش بروبوزي اون ديزل. وانتوما كيف جاكم هاد الدي اس 7 الجديد؟ ما تنساوش خليو لنا اراء وتعليق ديالكم في لي كومونتير وحنا غادي نجاوبكم عليها, وكيف العاده مزيد من المعلومات على wandalo.com. À très vite sur wandalo.com.